الرئيس وعلى مؤسسة الرئاسة أن يصدروا بيان توضيحي يحدد في موقفهم فعلا من استخدام اسمه بهذه الطريقة، وعلى النائب العام اللي كل شباب رمسون يطلع يقول النائب العام لمدة ساعة ونص قاعد معايا والولاد ده وبسأله وبيسألني وكأن النائب العام ده صديق شخصي وكأنهم قاعدين بيلعبوا طاولة مع بعض، ثم نحذر من ده ونقدم بلاغ رسمي للنائب العام فيترد علينا بمزيد من تأكيد المعلومة، فيطلع مصطفى منصور على التلفزيون تاني ويقول النهاردة كنت عند النائب العام وبعد جاب القضية بتاعت الولد التافه دوت ويصف محامي زميله بانه ولد تافه بتاعت الولد التافه ده وفتح فيها تحقيق، فروح للنائب العام يا جماعة انتوا عايزيني انا موجود اهوت تحققوا معايا يلا اتفضلوا حققوا معايا، فيقولوا لي مالناش دعوة بالكلام اللي بيتقال في الإعلام لما نعوزك هنبقى نبعت لك، لكن النائب العام سامح بده وساكت عن دوت، القنوات الفضائية سامحة بده وساكتة عن دوت، بالعكس دي بتسهل ده وبتسخر نفسها لخدمة أغراض شخصية. للأسف الشديد هذه المعركة سنكمل فيها، وأنا بعد الرأي العام المصري بأن حبس مصطفى منصور وحبس أحمد موسى مهمة وطنية وقومية لا تقل أبدا عن إزاحة نظام مبارك من الحكم. حبس مصطفى منصور مهمة وطنية وحبس أحمد موسى مهمة وطنية وقومية، هنكمل فيها للآخر ومش هنضعف ومش هنخاف، واللي عايز يجيب لنا بلطجية يتفضل يجيب بلطجية، واللي عايز يضربنا يفكر ويجرب ازاي يضربنا، بالقانون هننتصر وبالقانون هننتصر، وهؤلاء الشباب الذين نثق جيدا في براعاتهم وبنقول لرئيس الجمهورية أن هناك من يوعظ لك بأن هؤلاء الشباب إرهابيين لا تسمع عنهم بل اسمع منهم، هم هؤلاء الشباب يحبون مدرجات كرة القدم يحبون هذا الوطن، هم طاقات يجب أن تستغل في الاتجاه الصحيح، المواجهة الأمنية مواجهة لن تحل الأزمة، أصبح الآن بين الشباب وبين جهاز الأمن ما يسمى بالطار البايت، الطرفين في حالة من الاستعداء الشديد للضرار، هذا الأمر ينذر بكارثة على المدى القريب أو المدى البعيد على الأقصى.